باهي توا باش نشوفوا كيفاش ننصليو لي بلاجين نتاع 3 دي ماكس اونتر اوتر باش نبداو بالبونس برو. دونك ندخل ننصلي بونس برو على روحي، انا عندي 3 دي ماكس 2011 دونك ننصلي بونس برو هذا 2011. بونس برو يعمل تو سكي سكينينغ، معناها كي اللي باش نارتيكوليو ان بيرسوناج كيما الموديفيكاتور سكين نتاع 3 دي ماكس. دونك انستاليناه توا هكاكا، وتوا الحاجة باش نعملها باش سنة باش نجي هنايا في ماي كمبيوتر باش نقولو بوتون دروا مانج، و باش ندخل في سيرفيس هنايا وباش نوقف هذايا. فوالا، حتى كان هو قال لي شيء ما صار هو في الحقيقة وقف، دونك سي بون. دونك أول حاجة باش نعملها ندخل في الكراك، ولا استنى نخرج من هوني بلوتو ندخل هوني فوالا، وناخد فيشي هذايا نقولو كوبيي ونمشي في السي بروجرام فايل 80. انا خاطر عندي ويندوز 64، ثم كان عندكم ويندوز 32 بيت تدخلوا في البروجرام فايلز، اما ويندوز 64 يدخل هنا. ندخل في الريبرتوار هذاك هنا نقولوا بيست ونقولوا اكراز او كاي كرازي به او علاش وقفنا السيرفيس هذا، كان ما وقفناش راهو ما نجمناش نكرازيو هذا. به نرجع للريبرتوار نتاعي وباش ناخو مالغري اللي فما كان 2010، هو 2010 يخدم على 2011 معناها على 3 دي ماكس 2011. دونك ناخو هذا نقولو كوبي ونمشي ل ساعه خديت نتاع 64 بيت. دونك نمشي على البروغرام فايلز، اللي عنده ويندوز 32 بيت ما يكوبي، كان اون برانسيب ما عنده كان ويندوز 32 دونك يكوبي هذايا ويدخل على البروغرام فايل هو بيدو. اما كون عندي ويندوز 64 دونك نكوبي هذايا 64 الفيرسيون تاع 64 بيت وندخل في البروغرام فايلز اوتو ديسك 3 دي ماكس بلاجين بوتون دروا وبيست ونكرازي اللي موجود ونخرج من هنا وندخل على البروغرام فايلز ونمشي للاوتو ديسك. عندي الفيرسيون تاع 3 دي ماكس 32 بيت هنا انستالي، وندخل بلاجين ونكوبي الفيرسيون 32 بيت دونك كوبي من هنا ونرجع وين كنت هوني معناها اوتوديسك 3 دي ماكس 2011 بلاجين ونقولو بيست وكراز. دونك كريتو الشما هنا وين عندي الانستال تاع الكراك، وهنا وين لازمني نانستالي دونك بروجرام فايل 86 اوتوديسك 3 دي ماكس 2011 بلاجين. باهي، وتوا شنو هي ليتاب الاخرى اللي مازالت هذايا ننسي نكزيكيوتي ريجستري هذايا. دونك نقولو ميرج هو باش ينبهني وكل شيء باش نقولو يس ما يسالش اوكي. دونك لو بلو دور تعمل بعد ما نكملوا هذايا كله ردوا بالكم في الريجستري تعملوا هذايا مش الاخرى، مش هذايا، هذايا سافا با تلانسيو هذايا اوكي. اون فوا قدينا كل شيء نجمو هذايا نعاودو ناكتيفيوه نعملو سيليكسيونيوه نعملو له بلاي هاكا رجع يخدم، وتو نجمو نكزيكيوتيوه معناها هو موجود هنايا في قبيلك او تلقاو الشما تابعوا الشما هذايا. اللي عنده ويندوز 32 بيت اون برانسيب بروجرام فايل في بقعه بروجرام فايل 86 دونك تابعوا الشما هذايا وباش نكزيكيتي هذا الفيشي هذا بوتون دروا نقولوا ران از ادمنستريتور. ومن بعد نعاود نرجع لوين فما الكراك نتاعي اللي كومبليكي الانستالاسيون نتاعي هاكا علاش عملت عليها فيديو. نعاود ندخل على الكراك هنا ريتو بانز لايسنس نكوبي هذا كله معناها تسيليكسيوني هون تدخلو اديت سيليكت اول فوالا بوتون دروا كوبي ونجيو هنايا وين اكزيكيوتيت البروغرام تاعي 3 دي لايسنس مانجر اللي لقيناه هنايا. دونك ونجي هنايا نقولو لايسنس كي بوتون دروا ولا كنترول في ونقولو ريجيستر هاكا ريت خرج لي بونس برو 4 دونك سي بون هكا اذا كراكي به.